ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس بالضبط من مدينة اليوسفية في ملتقى الأول للصناعة التقليدية ضمن مهرجان ألوان في النسخة ديالو الثامنة. لابد تشوفوا أجواء هذا الملتقى، أجوا معنا. في الدورة الثامنة من هذه النسخة اللي عرفت جديد هذا العام اللي هو الملتقى الوطني للصناعة التقليدية، بالإضافة للمعرض كانوا عروض فنية مسرحية بغطاط ديال الفنان جواد الخوضي، واليوم كما كتشوفوا كاين عرض فكاهي اللي هو بومبا كوميك. بالإضافة للعروض الفنية والملتقى الوطني غادي تنظم الجمعية قرية ديال الألعاب يعني لجود كيرميس، اللي غادي نحاولوا ما امكن نخلقوا فرص للوليدات ديال مدينه الفلوسيه اليوسفيه انهم يلعبوا وينشطوا ويستمتعوا بالعطله ديالهم. وكيف ما عرفتوا احنا الحمد لله من بعد ما توقفت الانشطه كيعرف العالم اللي كيعرف العالم كامل من بعد كوفيد، حاولنا ما امكن اننا نرجعوا الروح الثقافيه والترفيهيه لمدينه اليوسفيه، وكنشكروا الناس اللي هما دعمونا وثقوا فينا، ونتمنى نكونوا عند حسن ظن الساكنة اليوسفية.